مش هنقول احنا نعترف بدولة إسرائيل، بس إنه عم نجي عم اللي قام به الرئيس بري على مدى 10 سنوات هو استرجاع الحق اللبناني في البحر، في الثروة النفطية أو الغازية في البحر، برعاية الأمم المتحدة، برعاية الأمم المتحدة. طيب فجأة يخرج تصريح من القصر الجمهوري يقول نحن يعني المساحة المطلوبة كانت بعتقد 850 كيلومتر مربع أو شيء من هذا. القصر الجمهوري يطالب ب 1500، يعني صفينا على مشارف حيفا أو عكا، واليوم أكثر من 2000 حسب دراسة أجراها الجيش. وهذا الأمر وقتها أنا كان لي تصريح، يبدو أن الموضوع أصبح لدينا شبع برية وشبع بحرية. هل هذا الكلام واضح؟ يعني لا نستطيع أن نقرر نحن كلبنان بثروتنا النفطية. وبعد أن نجح الرئيس بري بأن يضع هذه المفاوضات عبر الأمم المتحدة مش مباشرة، من خلال اللجنة اللي اجتمعت.